وللحديث أكثر عن الصراع الانتخابي في العراق والاتهامات بالترتيب لتزوير الانتخابات ينضم إلينا عبر سكايب الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حامد الصراف. أهلا بك دكتور حامد. يعني وكما تعلم مقتدى الصدر أعلن تراجعه عن قرار مقاطعة الانتخابات المبكرة. السؤال هنا، إلى أي مدى ترى أن تصريحاته هذه يعني تأتي في ظل الترويج للانتخابات بعد أن وصفها بالفساد؟ مساء الخير عليكم جميعا، شكرا جزيلا على الاستضافة، تحياتي لكم ولجمهوركم الكريم. الحقيقة الانتخابات هذه احنا كنا متوقعين منذ البداية اعلان عنها في نهاية العام الماضي، كون انه كانت هي احدى مطالب بثوار تشرين، لكنه تم التلاعب بالمواعيد وتم التلاعب حتى في ترتيب الأولويات بالنسبة للانتخابات، يعني لم يتم الاستجابة لكل مطالب الثوار بما فيها طبعا قضية الانتخابات المبكرة. هذه الانتخابات فصلت تفصيلا على بعض الكتل السياسية رغم المنافسة الشديدة اللي بدأت هذه الكتل منذ الإعلان عنها، ثم تم تأجيلها من 1/6 إلى 10/10 من هذا العام. الحقيقة التصريحات متضاربة والمنافسة ستكون على أشدها، لأنه يعني بوادر الصراع هناك تلاعب وتكتيك وإخفاء لحقائق كثيرة، ينسحب تيار ثم يرجع ثم يؤكد على أنه العملية لا تترك للفاسدين، وكأنه العملية السياسية الحقيقة لم تكن فاسدة برمتها. ما هو النظام السياسي فاسد، الطغمة السياسية المهيمنة على السلطة فاسدة، وهي أصل العملية قبل إسقاط النظام. نتحدث عن الصدر هنا، يعني سابقا اتهم الانتخابات بالفساد واليوم يروج للانتخابات، كيف تقرأ ذلك؟ الحقيقة لا يغير شيء، هناك منافسة، يعني هناك تهميش أولا وهناك أيضا سباق، هذا السباق بتكتيك معين، يعني إذا كان التيار الصدري وإذا كان الفتح وإذا كان المالكي وغيره، يعني كل الكتب السياسية الحقيقة والكرد وغيرهم، هناك يعني تكتل، يعني شو نسميه احنا، تنسيق، هناك توازنات، هناك مساومات على أنه من يبقى ومن يرحل. الطبقة السياسية الشعب العراقي صوت عليها بالرحيل برمتها، لكن هم يتلاعبون حتى بمطالب تشرين، يعني هم ركبوا موجة التغيير، فادعوا قسم من عندهم أنه هناك محاولة لإسقاط الطبقة السياسية الفاسدة على يد هذه الكتلة أو تلك. هذه الحقيقة وهذه اللعبة الكبرى، لكنه أنا ما أعتقد تنطلي على الشعب العراقي. الآن الانتخابات لم تحظى باهتمام ولا بتأييد، وسوف نرى أنه يعني الكتل تتصارع في واد بعيد عن الشعب العراقي، ونقولها احنا بمنتهى الصراحة، دعهم يتصارعون. لن نذهب إلى سؤال آخر دكتور حامد. يعني الصدر برر تراجعه عن قرار مقاطعة الانتخابات بأنه وصلته ورقة إصلاحية يعني من قوى سياسية، وقال أيضا إنها هي التي جعلته يتراجع عن قرار المقاطعة. باعتقادك هل هذا هو فعلا السبب الرئيسي، وصول ورقة يعني ورقة إصلاحية كما يقول الصدر، أم أن هناك تفاهمات أخرى ونفوذ ومصالح مشتركة وتقاسمات؟ لا، هو شوف الورقة الإصلاحية تم تسريبها خلال الساعات الأخيرة، وأنا طلعت عليها الحقيقة، أعتقد كانت هي تتضمن 17 نقطة. هذه النقاط هي أصلا وردت بكل الاتفاقات السابقة وبالدستور موجودة وبمجمل يعني بنود وقواعد العمل بالعملية السياسية الحالية هي موجودة، لكنه تم خرقها. اللي يعني هذا يسموه غيث من فيض، وما أخفي كان أعظم. هناك أشياء لا يعلن عنها، هناك أشياء لكل كتلة إلها أسرارها وإلها مطالبها وإلها أيضا تكتيكها بالعملية السياسية. طبعا التيار الصدري وغير التيار الصدري يخفي الكثير من الأمور لا يمكن إعلانها في قضية التعامل والتوقيت في دخول العملية يعني الانتخابية أم لا، يعني دخول المنافسة أم الإحجام عنها. أنا أعتقد الأسبوعين أو الأيام القادمة أو الأسابيع القادمة ستشهد حالا بالصراع المشتد بين الكتل السياسية، ونرى هل تجرى الانتخابات أم لا، هذا هو السؤال الكبير الحقيقي. نعم،
إن كنت تسمعني دكتور حامد، يعني في ظل هذه المراوغات المتواصلة، يعني هل تعتقد مثلا أن المواطن العراقي لا يزال يؤمن أن التغيير قد يأتي من خلال الصندوق في ظل سياسة تدوير الوجوه المتواصلة منذ أكثر من 18 عاما؟ على الإطلاق جواب لا، على الإطلاق، ولكن لا ننكر بأن هناك مجاميع من الانتهازيين والمستفيدين والمحتاجين لدعم و يعني دعم الأحزاب هذه الفاسدة ماليا وبقضايا التعيينات وقضايا طبعا الحياة بها مطالب كثيرة وبها مستلزمات كثيرة واستحقاقات كثيرة. لذلك الشعب العراقي الحقيقة مع الأسف هم يعني فتتوا النسيج الاجتماعي بحيث أنه المطلب الرئيسي للشباب رغم الاتفاق عليه، رغم أنه الشعب العراقي أغلبه، وأنا سمعت بعض الأرقام أنه خلال اليومين الماضيين أنه 90% على أكثر مما كانت بالانتخابات الماضية، 90% يعزف على الانتخابات، غير مقتنع بالانتخابات، بينما كانت بالانتخابات 2018 في أيار 2018 يعني العزوف كان أكثر من 80%. فإذا كانت القضية شيء الآن ترسخت هذه الفكرة من أنه الطبقة السياسية مرفوضة، لا يمكن التعويل عليها، لا يمكن تغيير الوجوه الكالحة بعملية انتخابية أو ما يسمى ديمقراطية، هاي كلها أكاذيب وتزييف ولعب على الحقيقة على إرادة الشعب العراقي. إلى سؤال جديد دكتور حامد، يعني بعد الكشف عن خلية ابتزاز إلكترونية تقودها أحزاب متنفذة للتأثير طبعا على نتائج الانتخابات، هل ترى أن الحالة السياسية تنبئ باستحقاق انتخابي نزيه وشفاف بمعايير الديمقراطية كما قالت بلاسخارت أمس بإفادتها لمجلس الأمن؟ هل هذا وارد ويمكن أن يتحقق في العراق مثلا؟ أنا أستبعد تغيير، مثل ما قلت أنه يعني الإعلان عن الخلية هذه والأجهزة المسروقة والخمسة ملايين يقال بطاقة وطبعا البيومترية والإلكترونية سيان لا فرق بينهما، التزوير ممكن بكل الأحوال، يعني حتى شراء البطاقات والتلاعب عليها وتزييفها وغيرها. الحقيقة اللي كشفوا هذا غيث من فيض مثل ما يقال، يعني أول الغيث قطر، يعني لذلك أنا أتوقع القادم من الأيام سيكشف أكثر. أما بلاسخارت فهي مهمتها يعني الحقيقة إذا كان عبر الأمم المتحدة أو الضغوط المسلطة عليها من قبل الدول العظمى وخصوصا أمريكا، يعني هي ما تقدر تتنصل من مسؤولية أنه يملى عليها قولي كذا فتقول، هذا هو المطلوب الآن. المطلوب أمريكا يعني بالسياسة الأمريكية اللي هي أوجدت خلقة هذا النظام أن لا تستسلم مثل ما استسلمت إلى يعني إلى طالبان في أفغانستان بسهولة، تريد تحافظ على النظام هذا من السقوط، هذا النظام عايل للسقوط. لذلك هم دي يشبثون إذا كان أمريكا وإذا كان إيران نفس الهدف، هو أنه يريدون يحافظون على تقسيم نفوذهم على الساحة العراقية، وكل يتسابق مع الآخر في إحراز نقاط معينة. هذا الحقيقة دور بلاسخارت في قضية يعني تمشية أمورها في الأمم المتحدة. الأكاديمي والباحث السياسي دكتور حامد الصراف كنت معنا عبر سكايب، شكرا جزيلا لك.